قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: مصر فردوس الدنيا. فاللهم يا ربنا اجعلها فردوس الدنيا. واحنا بنتكلم عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مصر، لازم نتوقف طويلا عند شخصية فريدة. هي كريمة الدارين، هي نفيسة العلم، هي شخصية ربما كان زواجها برؤية نبوية، وإقامتها في مصر حتى وفاتها برؤية نبوية، وكذلك أن تدفن في مصر أيضا برؤية نبوية. كانت متفردة في العلوم، ولذلك لقبت بنفيسة العلم. نتوقف اليوم عند حبيبة المصريين، صاحبة الكرامات، السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، في مصر أرض الصالحين. السيدة نفيسة العلم، لذب ابنة الصبط الحسن، زوج الإمام المؤتمن، بنفيسة العلم العلي، مقامها في كل شأن. هي نفيسة ابنة الحسن الأنور، فهي ابنة أمير وزوجة أمير، عابدة زاهدة كانت رمزاً للعلم منذ طفولتها. وعندما علم المصريون بموعد قدومها خرج في استقبالها أهل مصر وأعيانها عند العريش بالتكبير والتهليل، وأحاطوها بالهوادج والخيول من مصر. ذاع صيتها رضي الله عنها في الدنيا كلها، يتتبع المسلمون أخبارها، فجذبت بنورها وعلمها أمثال الإمام الشافعي ممن أخذوا ورووا عنها الحديث، فكان لها عظيم الأثر العلمي في فقه أئمة المسلمين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أهلا وسهلا بحضراتكم، وما أجمل الحديث اليوم حول كريمة الدارين، نفيسة العلم، السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. اسمحوا لي أرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك. سيدة نفيسة لها في قلوب الملايين الكثير من الحب والعشق، يعني مين منا ما راحش السيدة نفيسة وصلى ودعا عند السيدة نفيسة؟ فأرجو من حضرتك أولا، يعني هل هناك تفسير لهذا الحب والانجذاب الشديد إلى السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السيدة نفيسة هي بنت الحسن الأنور، ابن زيد الأبلج، ابن الحسن، ابن سيدنا علي والسيدة فاطمة، يبقى إذن هي سليلة بيت النبوة. نفيسة، وسميت بذلك من النفاسة، ولدت سنة 145، يعني أكبر من الشافعي بخمس سنين. هو ذات الاسم نفيسة كما هو سماها أبو حسن الأنور، شيء نفيس يعني شيء نادر، شيء غالي، شيء عزيز.
مش موجود منه اتنين يعني حاجة نفيسة. فالسيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها ولدت 145 في المدينة، وأبوها كان أمير المدينة اللي هو الحسن الأنور. لما نمشي مع الحسن الأنور ده نجد إنه سيدنا الحسن الأنور ابن زيد الأبلج، وزيد الأبلج ابن الحسن الكبير اللي هو معه الحسن والحسين. الحسن الأنور خلف نفيسة، وخلف كمان واحد موجود برضو في مصر اسمه يحيى المتوج. ويحيى المتوج ده هو أخو السيدة نفيسة، كانوا سموه المتوج لأنه كان وشه كله نور كده. ده موجود في مصر يا مولانا؟ موجود في مصر، والراجح أنه عند سيدي الليث بن سعد بعد الشافعي. يعني في المنطقة اللي بعد الشافعي فيه يحيى المتوج بالأنوار. ده مصر مليانة من آل البيت والصالحين للخيرات الكتير يعني. نعم سبحان نعم. الله. السيدة نفيسة كانت تحب العبادة منذ صغرها، فنشأت ولازمت المسجد النبوي الشريف. الله. أدي ده حتة من الإجابة على السؤال بتاعك، هو اشمعنى السيدة نفيسة؟ لأنها كانت نموذجا لما حدث في القرن الثاني الهجري من المثال الصالح الذي قدمه المسلمون للعالمين. فساعات نختار واحد يبقى يعني فيه الصفات كلها دي، فهو السيدة نفيسة. تزوجت إسحاق ابن مين؟ إسحاق ابن جعفر الصادق. طب ماشي، ابن مين جعفر الصادق؟ ابن محمد الباقر. مين أبو محمد الباقر؟ علي زين العابدين ابن الحسين. يبقى إذن النفيسة التي هي من نسل الحسن تزوجت إسحاق الذي هو من نسل الحسين، وسموه إسحاق المؤتمن. إسحاق المؤتمن. لما جات الأيام وراحت الأيام، والحسن الأنور خلص التكاليف بتاعته كأمير للمدينة وسافر، تولى إمارة المدينة بعده إسحاق. إسحاق المؤتمن. المؤتمن. يبقى هي مرات أمير وبنت أمير. صحيح. طب يقال يا مولانا أن زواجها من المؤتمن جاء برؤية نبوية. والله هي كانت امرأة عابدة متعلقة شفافة، فكان يأتيها سيدنا رسول الله كثيرا عليه الصلاة والسلام، وده هيؤثر في بقائها في مصر كمان. نعم. لأنها بقيت في مصر من رؤية، من رؤية نبوية، من رؤية نبوية. الله. فلما جاءت السيدة نفيسة وتزوجت إسحاق برؤية نبوية، لما جاءت السيدة نفيسة إلى مصر جت 193، كانت تملي تدعي يا رب أنا عايز أزور الخليل. فراحت زارت الخليل هي وجوزها، وراحوا معرجين على مصر 193، فاضل على القرن 7 سنين، وهي ماتت 208، فيبقى قعدت في مصر حوالي 15 سنة. أول ما وصلت مصر فواحد كان اسمه جمال الدين الجصاص، كان كبار من كبار شهبندر التجار، سمع إن السيدة نفيسة جت، والصيد بتاعها سابقها من المدينة، فنزلها في الدار بتاعته، دار وسيعة كويسة كده اهو. يعني ايه؟ استضافهم في استضافهم في فيلا بالجنينة بتاعتها بمنافعها. حلوة. ونزلت السيدة نفيسة في هذا المكان. وبعدين حصلت حاجة غريبة، أولا الناس عرفوا فيها استجابة الدعاء، وإنها ست متواضعة قوي وحبوبة، واخد بالك؟ فجم واحدة جارتها كانت مرات أبو السرايا، كان واحد اسمه أبو السرايا أيوب بن صابر، يعني حتى الاسم فيه إيه؟
في صبر كبير وبتاع في مشقه حاصله في الحياه في ايوب وصبر ابو السرايا ايوب ابن صبر فابو السرايا مخلف بنت معوقه مشلوله عندها شلل اطفال ولكنه في نفس الوقت هو زعيم الطائفة اليهودية الباقية في مصر يتبعه نحو 70,000 على الديانة اليهودية. الست جت وبعدين قالت لها ممكن لو سمحتي أخلي البنت عندك لأن أنا نازلة السوق أعمل يعني تسوق اللي هو يسموه دلوقتي شوبينج هتروح تقضي المقاضي زي ما الخليجيين يقول لك قضت المقاضي وسيب البنت دي عندك وهي البنت قاعدة والبنت مشلولة مسكين البنت قاعدة وطبعا 6-7 سنين البنت دي والست راح لما راحت خلاص يعني البنت عندها شلل ما هيش محتاجة يعني ويعني ما سكنة في مكانها مش هتخرج تلعب ولا تتوه ما فيش لا لعب ولا بتاع سكنة في مكانها فالسيدة نفيسة قامت تصلي ركعتين ما هي عابدة وتمام الذكر بقى والعبادة والبتاع مع ربنا فتوضت فالوضوء انت عارف زمان ما فيش بقى بلاط ولا في بتاع ومش عارفه فالوضوء سرح على الأرض البنت قاعدة كده الوضوء المية بتاعت الوضوء جات عند رجليها جات عند رجليها عملت لها حاجة زي الكهرباء سبحان الله فالبنت بتعمل كده رجليها لقيت رجليها بتتحرك ببركة سيدة نفيسة المية بتاعت الوضوء فقامت تشوف إذا كانت هتقوم ولا لا قامت فجربت السيدة دخلت الصلاة خلاص وكانت تستغرب جربت خدت بعضها وجريت سبحان الله والست مستغرقة في أحوالها فراحت الأم جاية ولقت بنتها فبتقول لها يا ماما قالت لها ماما مين انت مين قالت لها أنا بنتك قالت لها بنتي ازاي يعني بنتي مشلولة جوه في البتاع قالت لها لا ما أنا لعبت في المية بتاعت الوضوء وأنا بجي تعالي ورجعت بيها للسيدة نفيسة وبقت الحادثة دي حادثة لها ما وراءها في الإجابة على السؤال بتاعك هم الناس بتحبها ليه وهو المترتب لاستجابة الدعاء وليها تفاصيل يا ريت والله نسمع التفاصيل لكن ارجو من حضرتك بعد الفاصل لان اكيد كلنا شوق نسمع التفاصيل دي فيها حبنا جديد بسيدنا نفيسة رضي الله عنها وارضاها رضي الله عنها استاذن حضرتك واستاذن حضراتكم بعد الفاصل خليكم معنا لو دخلت اي مسجد من مساجد اهل البيت هتتعلق بيه على طول وهتتعلق بأهل البيت جميعا مسجد ومقام نفيسة العلوم بضرب السباع داخل منطقة السيدة نفيسة ففي العشق الإلهي يجتمع مريدوها فهنا اجتمعت الأرواح تودع محبيها في صمت يعلوه أصوات الجنازات إن كل المساجد أساساً كلها بيصلوا فيها الجنازة ولكن مسجد سيدة نفيسة مشهور إنه بصلاة الجنازة وهناك يجلس بائع السبح منذ سنوات طويلة طالباً الرزق ويشهد على تاريخ الأحباب ولمحبته بسيدته يأبى خادم السيدة نفيسة تركها في حياتها ومماتها فيرافقها ضريحه أمام المسجد ويتجاور مع مشهد العارفة بالله القريشية قارئة القرآن الكريم السيدة نبيلة فؤاد بنت نظيمة وعلى مر السنوات تآخى محبو صاحبة المقام الرفيع فتجد لهم بجوار المسجد بيت الشافعي لخدمة مريديها ومحبيها دع نفيسة لأهل مصر فإن البركات والنفحات والخيرات تتنزل عليهم ببركتها
أهلا بحضراتكم مرة أخرى وبرحب بفضيلة الدكتور. والحقيقة مولانا الحديث عن السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها ليه مذاق خاص وطعم خاص وانجذاب خاص. فحضرتك قلت لي قبل الفاصل في سر وفي أسرار زي البنت كده, بنت راجل كبير الطائفة اليهودية ما شفيت ببركة مياه الوضوء الخاص بالسيدة نفيسة. فيا ترى إيه هي الأسرار وما خلف هذه الأنوار؟ كانت مستجابة الدعاء, كانت قلبها معلق بالله, لا تريد دنيا ولا تريد مالا ولا تريد شيئا. استجابة الدعاء دي وصل بها الحال فيها إلى ما يشبه المعجزات. فحضرتك لما البنت قامت ضج, يعني عملت جو في مصر غريب الشكل. اليهود بيحتاجوا إلى الصنف ده من الكيونيات اللي هو المعجزات والكرامات والخوارق, مخهم مبني على كده, أرنا الله جهرة يعني, واخد بالك. فلما بيشوفوا حاجة زي كده بينبهروا جدا. أسلم أبو السرايا وأسلم زوجته وأسلم 70,000 يهودي وقتها من الطائفة اليهودية, من الطائفة اليهودية. خلاص يبقى دول على الحق. مولانا الكلام ده مؤرخ ولا حكايات ولا روايات؟ لا مؤرخ. مؤرخ مؤرخ ومعروف, وهو ده سبب انتشار الإسلام. حكاية استجابة الدعاء دي, استجابة الدعاء دي يعني خلت الناس تنتبه. ولذلك لما بيجوا يقولوا لي في الدعوة مش عارف ايه, اقول له اصلح نفسك انت اولا علشان ربنا يكرمك. ادي السر اللي انا بقول لك عليه, ان الناس دي في القرن الثاني الهجري لما رأى الناس ان الدنيا في ايديهم وليست في قلوبهم دخلوا في دين الله افواجا. هي ده السر اللي احنا فيه, انه ايوة تكون الدنيا في ايدك مفيش مانع, لكن اوعى تبقى في قلبك, اوعى تتعلق بيها فتفعل الحرام من اجل تحصيلها. خليك محترم. وهؤلاء الناس كانوا محترمين. السيدة نفيسة سكنت في ضرب السباع, وضرب السباع اللي هو على فكرة اللي هي مدفونة فيه دلوقتي, زي ما قلنا في السيدة سكينة, زي ما قلنا في السيدة السيدة زينب, السيدة نفس زينب البيت, زي ما قلنا في حورية, نفس البيت اللي كانت ساكنة فيه. حورية لا ما كانش البيت لأنها كانت مريضة ومات بظفوها في الطريق يعني. لكن نفيسة, نفيسة كانت هنا ساكنة هنا, لأنه بعد كده بقى الناس بقوا يقولها أفواج 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 لاستجابة الدعاء. وكان التخصص بتاعها العيون, كانت طبيبة عيون, وكانت تستعمل الحاجات اللي هي الكونية والحاجات الروحية وتدعي وتقول يا رب. عشان هي كانت نفيسة العلوم؟ لا, هم سميت بنفيسة العلوم لأن الشافعي كان ليها معه موقف. الشافعي كانت هي, الشافعي دخل مصر 197 يعني بعدها بأربع سنين, كانت هي سبب في مجيئه إلى مصر. السبب الثاني أن يسمع من أتباع الليث بن سعد رحمه الله تعالى اللي مات 183, فكانت هي سبب أحد, ولذلك كان يزورها كتير. فكانت تحب الإمام الشافعي قوي, وكانت ترى فيه عالما كبيرا, وكان هو يرى فيها أنها عالمة وتلقى منها كثيرا. فمن هنا سميت نفيسة العلم. إذا كان الإمام الشافعي المجتهد العظيم ده اللي هو ملأ الأرض علما يعني سمع منها وأخذ منها, يبقى هي نفيسة العلم. فالشافعي أيضا كان طبيب, ولكن على كل حال كانت أخصائية طب العيون. وكان الدنيا بقى ازدحمت عندها, فعكرت عليها الناس بقى كتير بالطوابير, كل واحد عنده مشكلة في عينه, كل واحد عايز دعاء, كل واحد اتزنق في قرشين, كل واحد كذا, بقت أمم أمام المسجد. فإسحاق اتضايق وخد بعضه راح المدينة ولا ما تيجي معايا, فقالت له طيب نروح المدينة. فشافت سيدنا رسول الله وهو يقول لها ابقي فإنك تموتين هنا. سبحان الله. ففضلت هنا. الناس لما كسر الازدحام بتاعهم
جه ابن عبد الحكم اللي هو كان ماسك مصر ساعتها وجاب لها بيت وسيع وكويس وكذا، ونظم لها الجدول، قال لها سبت وأربعاء فقط الناس تجيلك، ومنع الناس. البيت الوسيع معناته ايه؟ يبقى فيه مضيفة لاستقبال الواردين، ويبقى فيه دخول بالنظام وكذا الى اخره. سبحان الله، عشان كده بقت كريمة الدارين اهو كده. الله. فهنا السيدة بقت تستقبل الناس السبت والاربعاء. طب وهي ليه بتبخل الخمس ايام التانيين؟ قلبها معلق بالله، شغالة عبادة، مش لاقية نفسها في انها تتوغل في طلبات الدنيا دي كلها. حركة دايما في باب مفتوح على الناس وباب مفتوح على الله. على الله. فباب الله ده لازم برضو ياخد حقه. صحيح. فكانت تعيش بالشكل ده. سبت والأربع طبعا لا يعدم ان الناس تيجي برضو يوم الحد والاثنين والثلاث، بس شوية قليلين، لانه معروف انه السيدة النفيسة يعني قافلة فاتحة يوم السبت والأربع. مظبوط. فكان الناس ييجوا بالبتاع. ولما جت يعني قرب وفاتها، بعتت لإسحاق وقالت له على فكرة أنا حاسة إن الأجل قرب، وابتدت تحفر قبرها وقرأت فيه 190 ختمة، كانت حافظة القرآن زي المية كده، قرأت فيه 190 ختمة في قبره. في قبره. ويختلفوا بقى، يقول لك لا 140، لا 145، لا 190، روايات. في المكان اللي هو المبارك ده، قراءة القرآن والذكر والدعاء والجو ده كله بيملأ الكون خير. ولذلك انت بتقول انا بروح للسيدة ارتاح، السيدة نفيسة ارتاح، بدعي بيستجاب كذا، لانها اماكن مباركة لوجود هؤلاء المباركين. صحيح. فيها صحيح. السيدة نفيسة الحقيقة مقطوع بأنها موجودة في مصر، مفيش بقى خلاف ولا حد قال ولا حد مفيش أي نزاع في الأمر يعني. وأبوها أيضا الحسن الأنور، بس ما هواش بنفس الإجماع اللي على السيدة النفيسة. طب أرجو حضرتك يعني نخصص حلقة بقى لسيدنا حسن الأنور، نتشرف بمعرفته أكتر يعني. إن شاء الله، إن شاء ربنا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ينفعنا بعلومهم يا رب. اللهم أمين. وينفعنا بوجودهم في مصر يا رب. اللهم أمين. شاكر جدا لفضلتك. شكرا لك. شكرا لحضرتك. شكرا موصول لحضراتكم، وإلى اللقاء. دعاء الصبر عند فقد العزيز، أولها أن تصبر فإن الصبر عند الصدمة الأولى، وثانيها أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا فاجأ الإنسان أمر يكرهه فليصبر وليتق الله، وليتذكر أن هذه الدنيا إلى زوال، وليجعل قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يكتب له من الثواب والأجر الجزيل ما لو اطلع عليه الإنسان لهانت معه الدنيا وما فيها، وما متاع الدنيا إلا قليل.